فيديو الحج جاهز يا شباب؟ يعني بمناسبة ان ده بقى اليوم الاخير ويوم الخميس ان شاء الله وقفة عرفات والحج، حبينا كده نجيب لكم فيديو طريف. حلقة النهاردة بنحاول نطريها ونأديها. في تقرير جميل كده عن عاملينه عن الحج زمان من اكتر من 100 سنة. هتشوفوا التقرير ده ونطلع فاصل، وبعد الفاصل الفقرة بتاعت كل يوم اتنين هموم الناس. عايز حضرتك اول ما نرجع تليفونات البرنامج هتبقى على الشاشة، هتخش هتقول مشكلتك، تقولها بقى اسكان، صحة، تعليم، اللي عليه فلوس، اللي عليه ديون، واللي عايز يقول تليفونه على الهوا وينتظر حلا من مسؤول او مواطن مصري اخوه عايز يساعده، الباب مفتوح. هنطلع فاصل بعد ما نشوف هذا التقرير. في الحديث عن غلاء أسعار رحلات الحج في الفترة الأخيرة بعد تحرير السعر الصرف، دعونا نعود إلى الوراء، وتحديداً عام 1903 عندما كان يتحرك المصريون من مكة إلى المدينة والعكس عن طريق الجمال. على الرغم من أنها كانت رحلة صعبة، ولكنها كانت مليئة بالتشويق، حيث كانت تجوب الجمال بالحجاج في شوارع القاهرة لمدة 3 أيام احتفالاً بهم. ويجب أن يكون على رأس الحجاج دائماً سلطان المماليك. كانت كسوة الكعبة في ذلك الوقت يتم تصنيعها في مصر من أجود أنواع الأقمشة، ويتم حملها خلال الرحلة إلى الحجاز. وعن انتقال المصريين من مصر إلى الحجاز، 10 جنيهات أجرة السفر في الدرجة الأولى، 7.5 جنيهات أجرة السفر في الدرجة الثانية ذهباً وإياباً من السويس وجدة وينبع، و3 جنيهات أجرة السفر في الدرجة الثالثة. أما عن التحرك داخل السعودية، كانت أجرة الجمال الواحد 11 جنيها و500 مليم، وذلك عن السفر ذهابا وإيابا من جدة إلى مكة المكرمة في عرفات، وكذلك عن السفر ذهابا وإيابا من ينبع إلى المدينة المنورة. ومر أكثر من 100 عام لتبقى هذه المعلومات محفورة في أذهان المصريين إلى الأبد.